والشعب بحيث ان احنا نزور الانديه الشعبيه والساحات وما الى ذلك. البرنامج العام يهتم بقى بالاحداث الوطنيه والاحداث الرياضيه العالميه وقدمها. فاصبح هناك في عدد من البرامج يقدم البرامج الرياضيه في الاذاعه. الى ان جاء سنه 1976 77 وقدر لي ان يعني تقدم فكره ان احنا نعمل موجه خاصه للبرامج الرياضيه. وافق عليها ويعني بدات اذاعه الشباب والرياضه في تلك الايام تبث حوالي ساعتين في اليوم. الساعتين في اليوم تطورت واصبحت الان اذاعه تبث على مدى ال 24 ساعه، تقدم الانشطه الرياضيه المختلفه، تقدم الابطال، تقدم الاحداث عالميا ومحليا. والحمد لله على اضافه الى ذلك توسعت الاذاعه في الوصف التفصيلي لمباريات كرة القدم والتعليق على يعني على المباريات. فكنا بنذيع أكثر من ماتش أو أكثر من مباراة في يوم واحد، يعني هاف تايم مثلا ما بين الأهلي والترسانة، هاف تايم الثاني ما بين الزمالك والمصري مثلا في بورسعيد. تعددت هذه الإذاعات وهذه الأضواء على المباريات وأصبحنا نذيع بقى يعني مباريات كبيرة ومرتين وثلاثة في الأسبوع حسب يعني سخونة الدوري وما إلى ذلك. ومن هنا يعني ظهرت بقى على السطح القامات المعلقين المعروفين، أولا بداية بالمرحوم محمود بدر الدين رحمة الله عليه، هو رائد التعليق الإذاعي، رائد الوصف التفصيلي لمباريات كرة القدم. بدأ مع حضرتك؟ أنا جيت لقيته الحمد كان أنا بقول لسيادتك من الأربعينات الإذاعة كانت بتذيع مباريات كرة القدم بس قاصرة، كان على إيه؟ مباراة نهائي كأس الملك فاروق. فكان محمود بدر الدين يذيع المباراة دي، وبعدين جاء الكابتن لطيف، جاء حسين مدكور، جاء علي زيور. الأستاذ محمود بدر الدين كان صاحب فكرة إطلاق الدوري العام. نعم؟ كان صاحب فكرة إطلاق الدوري. محمود بدر الدين كان صاحب هو ومراد فهمي و هم المجموعة الحلوة اللي كانت بتدير الكرة في الخمسينات، هم اللي يعني بدأت معهم فكرة الدوري العام زي الدوريات الأوروبية لما بدأت وما إلى ذلك. واستمر العمل بقى وتقدم مجموعة من الناس بقوا هم اللي حلقوا على مباريات كرة القدم وانتشرت يعني هذه الأمور وأصبحت الإذاعة منبرا يستقي منه المستمع الثقافة الرياضية، المباريات الرياضيه. ما كانش الامر قاصر على ان احنا نقول مثلا لا، ده احنا كنا بندي ثقافه عامه للمستمع، مين اللاعب ده وكيف نشا، ايه المباراه دي شكلها ايه، النادي ده متى انشئ، متى اسس، ومين اعضاء، يعني الحاجات دي كلها كنا بنديها للمستمع عشان المستمع تكون عنده يعني نوع من الثقافه الرياضيه ويعرف ايه الرياضه، مغزاها ايه، روحها ايه. ده القيم اللي كان بينشرها الاذاعه المصريه من خلال اذاعتها للبرامج الرياضيه وللمباريات الرياضيه، الى ان جاءت يعني نقطه فاصله في هذا الموضوع بتتلخص في التعليق على مباريات الدوري العام لكره القدم. صحيح. صاحب هذا البرنامج صاحب فكرته السيد امين حماد رئيس الاذاعه، قال لي في ناس كتير بتسال تقول مباريات السويس شكلها ايه ومباريات الاسماعيليه والنصر، ما تيجي نعمل وكاله الخمس دقائق بتوع التعليق على مباريات الدوري كرة القدم الساعه 7:05 مساء يوم المباريات. والحمد لله يعني هذا البرنامج وجد ترحيبا كثيرا من جماهير وكانت تترقبه وتتوقعه، وهي يعني فضل من ربنا سبحانه وتعالى انه في عليك من فضله فيخليك يعني تقدم حاجه الناس تلتقي حولها. ونجاح هذا البرنامج ولله الحمد علمونا اساتذتنا في الاذاعه المهنيه، ايوه الاعلاميه بما فيها من حياد وعدم التلون بلون معين والحقيقه الناصعه، انك لا تبا يعني ما لا تمالي احد ولا تعطي لاحد أكثر مما يستحق أو بحق. ده اللي عدة مصداقية للتعليق على مباراة الدوري العام. يعني أنا ناس كتير كانت بقول لي كانت بتجيني جوابات كتيرة من مستمعين يعني يقول لي إحنا أهلاوية لكن بنحبك، يا سلام ده أنت أهلاوي تمام لأنك بتدي للأهلي حقه، الزمالكاوية يا سلام، وهكذا.
كان كل نادي من دول ياخذ حقه في التعليق، وكان التعليق عبارة عن 5 دقائق ما زيش عن كده. في كلمات يعني مختارة والجمل بتصيغ بتشويق. نعم نعم يعني نعم. يعني كنا ننتظر علشان نعرف حتى نتيجة المباراة وكيف وصلت إلى اللحظات الأخيرة. ما المدة بتاعته هي كلها 5 دقائق. أيوة أنا أقول لك النتيجة في الأول ما تسيبني، لا أنا خليك في الآخر معي. يعني ده نوع من التشويق في العمل الإعلامي، وده اللي كانت الدروس اللي كان يقولوا هنا خلي يعني برنامجك يدي نوع من التشويق والترقب للمستمع بتاعك وإلا هينصرف عنك. صحيح. طب وحضرتك يعني وانت بتصيغ هذه النتائج طبعا كان في مجهود كبير لانه الاتصالات وقتها كانت صعبه جدا. ما عندكش فكره، انا كنت أكلم